أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين بكل خير في حلقة جديدة من برنامجكم في عين الحدث، التي سنناقش فيها مذكرة النواب التي اشترطت اشتراطات ثلاث على الحكومة للقبول في مشروع الموازنة الجديد أو العودة عن مشروع الموازنة، وإمكانية والعجز قد يفضي إلى أو عدم التوافق قد يفضي إلى تحويل المذكرة إلى مذكرة حجب. اليوم عراب القانون الحكومي رئيس ديوان الرأي والتشريع أصدر فتوى أن الموازنة مشروع قانون، وبالتالي سواء نجحت المذكرة أم لم تنجح لا تؤدي إلى استقالة الحكومة أو إسقاطها، ولكن ثمة أعراف وتقاليد برلمانية تقول عكس ذلك. الحكومة يبدو أنها اطمأنت إلى هذا الجانب فدخلت في برنامج مفاوضات أو دبلوماسية الولائم وسياسة نيال من وفق رسين بالحلال، للحديث عن المذكرة وتداعياتها والحديث بشكل عام عن الموازنة. يسرني أن يكون معي الدكتور بركات العبادي عضو مجلس النواب، مساء الخير دكتور، وعراب المذكرة النيابية أو القنبلة النيابية الجديدة سعادة النائب خالد الفناصي، مساء الخير سعادة النائب، وأهلا وسهلا بكم جميعا، على أمل أن نصل إلى يعني ما يخدم الوطن والمواطن. ويعني أستاذ خالد، لماذا مذكرة وكيف كان شكل التوقيع والإقبال عليها؟ يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، بداية بدي أشكرك أستاذ عمر على هذه الاستضافة الكريمة، وأشكر قناة الأردن اليوم على اهتمامها في الشأن العام والشأن المحلي. حقيقة انطلقت هذه المذكرة يوم أمس عندما على أثر انطلقت يوم أمس في لجنة الطاقة والثروة المعدنية على أثر رفع مفاجأة الأردنيين بما فيهم ممثليهم نواب الشعب يوم الخميس الماضي في عيد المولد النبوي الشريف، أن قامت الحكومة في رفع المحروقات، والمهم لدينا من رفع المحروقات مادة الكاس بين قوسين نظرا لفصل الشتاء ونظرا يعني حاجة الأردني الفقير لهذه المادة للتدفئة. وأيضا بعدها بساعة تماما جاء رفع أسعار الكهرباء بواقع 4 فلسات على كل كيلو وات، وبعديها بساعة أو بساعتين نزل بوست على أو على الشريط الإخباري في التلفزيون الأردني إن وزيرة القطاع العام تعلن عن استحداث موقع على الانترنت لتقديم دعمك بين قوسين سموه دعمك. هذه الثلاث أحداث حقيقة اللي في يوم واحد وفي عيد مولد نبي وشريف وغير موفقين كانوا يعني في التوقيت على الأقل، نعم. يعني لو أجلوها يوم ولا يومين، وجاءت في عطلة نهاية الأسبوع خميس جمعة سبت كانت عطلة، أغلب النواب كانوا في عند أهلهم وفي محافظاتهم وعند قواعدهم الشعبية. واجه النواب ضغوطات وانتقادات ونقد حاد من كافة القواعد الشعبية، يعني طلعوا القرار وانتوا في فك الاسد. ابدا، واحنا فك الاسد حتى لو انا في عمان اشوى بنتملص بتسكر تلفونك يعني بتدبرها شايف، نحكي بكل جرأه وصراحه. صحيح. فتداعت انا يعني عضو لجنه الطاقه، تداعت لجنه الطاقه عندنا جروب يعني بيننا لجنه الطاقه ال 11 نائب انه لازم نعمل اجتماع طارئ لمناقشه رفع اسعار الكهرباء والمحروقات. وفعلا قام رئيس اللجنة مشكورا الزميل المهندس هيثم زيادين بدعوة معالي وزير الطاقة ورئيس هيئة الطاقة والمعنيين في الأمر لمجلس النواب الساعة 10:30 من صباح يوم الأحد اللي هو يوم امبارح. وفعلا اجتمعنا مع معالي الوزير وكان في حديث ساخن حقيقة دفاعا عن يعني شعبنا اللي تحمل سنوات طويلة جدا من المعاناة ورفع الأسعار ورفع الضرائب ورفع المحروقات نفسها، يعني بصراحة ملوا الناس ملوا. وشرحنا يعني ليس مستجدين بل احنا يعني موضحين انه ما عاد شعوب يعني قواعدنا الشعبية تتحمل اي فلس زيادة. وكان رد الوزير للأسف سلبي انه احنا هاي معادلة موجودة بما يخص المحروقات من عام 2008 وهذا، نعم. وهو صحيح انه اذا بيرتفع البترول بيرتفع بنرفع تسعيرة شهرية بتسعيرة شهرية، وهذه للأمانة مقنعة إنها، وأنا واحد من لجنة الطاقة اللي مقتنع فيها. لكن يعني قلت لك موضوع الكاز بين قوسين كانت إن وجهة نظر بدل ما ترفع الكاز قرشين ارفع 3 قروش. سألناه سؤال قلنا له، وهذا بصراحة ما بيستفز النواب أحيانا
إذا أبدوا أي مبادرة أو أي اقتراح أو أي وجهة نظر لحل مشكلة الدولة لا تأخذ فيها. أهدر دم بالقرشين على باقي السلع. قلنا له لا، قلنا له نصرف كاز ولا بنزين أكثر في اليوم؟ قال لا بنزين أكثر. قلنا له بدنا تحط بدال القرشين 3 قروش على البنزين 95، عشان أنا لما بنزل لمعان ولما بنزل العبادة عيرة ويرقة وقول لهم أنا البنزين 95 برفع، أنا اللي سيارتي بتعبي على 95، لكن أنتم ما سياراتكم 90 ما تأثرتوا والكاز ما تأثر. قال لا. فمن هنا انطلقت الفكرة، وكانت الفكرة للأمانة من الزميل نبيل غشان إنه يا عمي خلينا نربط نكتب مذكرة، لأنه إحنا تعبنا والحكومة ملينا منها، خلينا نكتب مذكرة إنه نربط مناقشتنا في الموازنة العامة في إلغاء في نربطه في ثبات دعم الخبز للسلعة، 1، 2 إلغاء 4 فلسات على الكهرباء، 3 إلغاء القرشين عن الكاز. وفعلا وقع أول توقيع كان من زميلي نبيل غشان بالمذكر رقم 1 وانت رقم 2، أنا رقم 2. وأنا يعني مبادرة مني أني أخذت بعد ما وقعناها من لجنة الطاقة، وفي كان حاضر الاجتماع بعض النواب من خارج لجنة الطاقة وقعوا على هذه المذكرة، ذهبت إلى كانت اللجنة المالية مجتمعة ووقعتها من إذن من هون الفكرة إلى أن وصلت إلى 110 نواب إلى 110 نواب. وللعلم هذه المذكرة الوحيدة اللي بتصل ل 111 على فكرة، وصلت اليوم لما انسحب الزميل زيد الشوابكي ظلينا 110. نعم أول مذكرة نيابية بتصل ل 111 نائب من 130 من 130، إذا بدل شيء بدل على انه في فعلا احتقان في توجه عام والكل إحساس والكل في احساس نيابي في نفس الفلكه في احساس نيابي. نعم هذه اي قصه المد. دكتور بركات، هل تعتقد انه اليوم النواب بال 110 شكلوا قوه ضغط على الحكومه ولا طلعوا على الشجره ومش عارفين ينزلوا؟ كان بالامكان اداره العمليه بطريقه اكثر سلاسل من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومساء الخير عليك وعلى القناة وعلى المشاهدين الكرام أينما كانوا. في واقع الأمر واستكمالا لما بدأ به زميلي سعادة النائب خالد بيك الفناطسة، فإن الحراك النيابي حراك النواب دا تحت قبة البرلمان منذ بداية هذه الدورة. نحن نتوقع من الحكومة أن هنالك أزمة ستخلق بيننا وبين الحكومة بسبب توجهات الحكومة نحو رفع الأسعار والتوجه مباشرة إلى جيوب المواطنين. كان هذا هاجسنا، وفعلا حصل ما كنا نتوجس منه، وجاء مشروع الموازنة بخطابه العتيد الذي استمر أكثر من ساعة، وهو يدون ويلقي علينا أرقاما ليست متماسكة بل غير مترابطة ولا منطقية. والأرقام التي جاءتنا في خطاب الموازنة جاءت متناقضة تماما. فزي ما تفضل زميل خالد بيك، عندما ضرب النائب مرتين على رأسه، نحن نحفز أنفسنا ونجهز دفاعاتنا ضد رفع الدعم عن الخبز، وجدنا أن الأمر ليس خبزا ولكنه محروقات وكهرباء وكل ما يخطر على بالك، وقائمة كبيرة من المواد والسلع والمواد الغذائية، حتى الرز، حتى الحليب، حتى الأدوية. ولكن في بداية المناقشة في اللجنة المالية، وللأمانة أن النواب هذه الدورة قد حضروا أكثر 3 أضعاف اللجنة المالية مع اللجنة المالية لاهتمامهم بالأمر، وهذا يدل على أن النواب مهتمين لما يحصل وما للوقوف بتوجيهات الحكومة التي تستهدف مواطننا الكريم. كان الحراك واضح، وعندما تولى الأخ خالد موضوع المذكرة النيابية تقبلها الزملاء بمنتهى الرضا والشغف، وأنهم سوف يقفون موقف رجل واحد ضد
هذه الضربات، يعني ما صارت زي كل مره لا 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 خالد حبيبنا لا لا وقعنا وترجاك وتعلم من هون وبوسوا على جبهته، لا كان مجرد ما طرحت الفكره تسابق وتدافع، اقسم بالله العظيم تدافع جميع امي ويركضوا وراي هي يمين بالله. وهذا يدل على ان مجلس النواب، وهذه بامانه وليس استعراض امام الشعب الاردني، للامانه ان مجلس النواب قد انتصر للشعب تماما لحد هذه الساعه في توقيعهم على هذه المذكره، لهذه لان هذه المذكره تعني بالمطلق ان النواب لا يوافقون على رفع اي سلعه او خدمه في لهذا الموسم مهما كان الثمن. دكتور بركات، ليس المهم ان نقول لا، ولكن المهم ايضا ان نوفر البديل. يعني اليوم الحكومه بتقول لك انا بدي 540 مليون، من وين بدك تجيب لها اياها سيدي؟ وهذا ليس ايضا استعراضا ولا استغابه للحكومه، ولكن هذا ما سوف اقوله امامك وامام الشارع الاردني وامام الحكومه التي تسمع وترى ان هنالك عشرات البدائل قدمت لهذه الحكومه، ولكن زي ما تفضل زميلي خالد ان هذه الحكومه وكان اي فكره تقدم او اي طروحه او بديل يقدم من مجلس النواب مرفوض قبل ان يناقش. نعم. مرفوض جمله وتفصيل. يا سيدي البدائل كثيره وقيلت الاف وعشرات المرات، قلنا خلينا نجمع كل يعني اغلب المختصين في الشؤون الاقتصاديه والضريبيه والماليه، ونجتمع احنا وياهم على فترات مع اللجنه الماليه، ونستطيع من خلالهم ان نتلقى مزيدا من الاقتراحات والبدائل. لعلنا كل واحد يدري في حسب خبرته، لكن من أجيب شخص صاحب اختصاص وصاحب خبرة لابد أن يكون لديه أفق أوسع في الحل. وبالتالي بتوسع سيدي يعني الآن ما الآن أصبح الشارع الأردني من الوزير وحتى الغفير، من الوزير المتقاعد، أنا لا أحكي على الوزير العام، من الوزير المتقاعد حتى الغفير يعلم أن هنالك بدائل مجدية. طيب. ولكن الحكومة لا تتجاوز. أولها أن تقوم دائرة الجمارك بواجبها الذي أنوط بها على أكمل وجه، ثم التهرب الضريبي. ولدي من المقترحات إذا تحب أن أسردها عليك الآن، ما لدي في خلال الحلقة في خلال النقاش. نعم. لدينا الكثير الكثير، وتناقشنا إحنا زملائنا بالمجلس النواب وعقدنا حلقات نقاشية حول هذا الأمر، ولدينا الكثير الكثير لنقدمه للحكومة، ولكن الحكومة لا تسمع إلا ما تريد. إلا ما تريد. نعم. خالد بيك، اليوم أنت كنت في الغداء اللي للأمانة حتى ما نظلمه مرتب منذ 9 أيام. نعم صحيح. ولكن التزامن اليوم. نعم صحيح. فجأة من دار الدكتور ممدوح العبادي إلى اجتماع في مجلس النواب. صحيح. مما يعني وكأن النواب فوجوا صدموا، في كثير من النواب قالوا ما بندرى. شو قصة الغداء ثم الاجتماع وأنت كنت أظن حاضر لأنك رئيس لجنة؟ يا سيدي، عندما تم انتخاب رؤساء اللجان البرلمانية وعددنا 20 رئيس لجنة، قام الدكتور ممدوح العبادي مشكورا يوم الأحد قبل مش المبارح اللي قبل الذي قبل 9 أيام بالضبط، قام بالاتصال معي أنا شخصيا بدي أحكي عن نفسي، وقال لي حرفيا ألف مبروك وهذه والله بدها دسم. قلت له يا سيدي ابشر، حدد اليوم اللي بدك اياه. انت بتفكر انت اللي تعزم؟ انه انا اعزم. قال لا والله انا بدي اعزمكم رؤساء اللجان واكرمكم. قلت والله هذه في لحيتك يا ابو صالح ودائما من اهلها وبركه الله. وراحت اي يوم؟ قال لي يوم الاثنين القادم اللي هو اليوم. شايف؟ وفعلا احنا يعني ادبيا رجل كلف حاله، عزمنا قبل 10 ايام. سوء حظنا حسن حظنا؟ انا بعتبرها من حسن حظنا، غيري بنتقد بقول من سوء حظنا، لا من حسن حظنا انه هذه الدعوه. امبارح لما صارت المشكله انا اقترحت اقتراح ان يحضر المكتب الدائم لمجلس النواب وان يحضروا رؤساء الكتب، وفعلا نوسع العزومه، نوسع العزومه لانه فرصه انه تكون منها عزومه ومنه نقعد كلنا مع بعض نتناقش. احنا ما بصير نتخندق والحكومه تتخندق وفي النهايه راح يروح وطن. احنا تشاركيين، الحكومه مع النواب يجب ان يكون بينهم حوار وتشارك. وصدقني اليوم اثنين بجوز تسمعوني، زملاء اثنين اتصلوا في من رؤساء اللجان قالوا لي خالد بدك تروح عم ممدوح نروح ولا ما نروح؟ قلت لا بدنا نروح، لانه فرصتنا النواب نقعد مع الحكومه ونحاورها ونناقشها لعل نطلع، وهذا الصح ان نطلع فيه وفي بيت الرجل الخير نطلع فيه بتوافق في توافق.
فذهبنا اليوم زي ما حكيت لك رؤساء اللجان زائد رؤساء الكتل زائد المكتب الدائم. اوكي. وحضر دولة رئيس الوزراء وحضر طبعا المعزب موجود اعتبار نائب الرئيس موجود وحضر وزير الشؤون البرلمانية والسياسية اخونا المعيطة. وفتح قبل يعني تناول طعام الغداء فتح فقط يعني رئيس المجلس فوضنا يحكي كلمتين حكى يعني في اسمنا جميعا شكر المعزب وفتح موضوع يعني اللي صار امبارح مع التشنجات اللي صارت بالضبط وقال انه احنا يعني بدنا لازم يكون في حوار بيننا وبين الحكومه. رد رئيس الوزراء وشرح وضع الاردن الاقتصادي صندوق النقد الدولي وين صرنا واذا ما بنسوي هيك وين بنصير حكى وجهه نظره انخفاض التصنيف الائتماني للاردن بالضبط يعني حكى في امور كثيره. للامانه احنا اغلب النواب خلينا نكون صريحين وصادقين احنا مش محاسبين وبجوز يعني كلامه 100% صح لكن انا ما فهمت نصه يعني بدي احكي عشان انا ما فهمت نصه انا مش خبير انا مش مالي. النواب يجب ان يكون لديهم مستشارين ماليين وقانونيين واجتماعيين بكل التخصصات عشان انا والله اقدر اقدم واحكي شيء صح لازم اكون متمكن زي ما تفضل الدكتور قبل شوي انه لازم نجيب خبراء وما بيعيبنا هذا لو جبنا من الجامعات والجامعة الأردنية مثلا عميد كلية الاقتصاد عميد كلية المحاسبة ومدى كم من وزير مالية سابق مدير دائرة ضريبي سابق مدير بنك محافظ بحكم الأرقام قد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة لكن احنا ثقتنا في الرئيس للأمانة كشخص بين قوسين رجل فاضل ومحترم ولكن له كل الاحترام. نختلف على الأداء نختلف على يعني الموازنة العامة لكن كشخص له الاحترام. بعد ما حكى اتغدينا وبعد ما اتغدينا قلنا احنا موقعنا للحوار مجلسنا احنا كنا مدعيين عند ابو صالح صالح للغداء وفعلا اول واحد رحب في الفكرة ووافق عليها دولة رئيس الوزراء. ورحنا على مجلس النواب واجتمعنا في مجلس النواب. بدك احكي لك شو اللي صار؟ يعني هاي التوافق اللي اليوم اعلن رئيس مجلس النواب. لا التوافق لا ما في توافق هذا توافق لرئيس المجلس وكم نائب حول رئيس المجلس كانوا حكومة اكثر من ما اكثر من حكومة. يعني ما مدكوش من دار ابو صالح لمجلس النواب ونكون متفقين ولا بس لا 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 زي ما بحكي لك كانوا مجموعة 4-5 نواب غير موقعين على المذكرة. نعم. واثنان من الموقعين على المذكرة هذول دافعوا عن الحكومة اكثر من الحكومة نفسها. رئيس الحكومة لم يتفوه بكلمة واحدة في الاجتماع التوافقي في الاجتماع التوافقي اللي قالوا انه متوافقين. حتى انا قلت رئيس مجلس النواب يا سعادة الرئيس هل توافقت انت ودولة الرئيس في السيارة وانتوا جايين؟ هذا سؤال سألته اياه امام الاعلام سؤال مشروع. نعم. سؤال مشروع. نعم. قال لا ما توافقنا بس اللي حكيناه في بيت ابو صالح. قلت اللي حكيناه بيت ابو صالح انت حكيت ورحبت وقلت لازم نفتح حوار وهو حكى لنا شو الظروف الاقتصادية وشو ظروف الموازنة العامة. احنا الان بدنا نفتح الحوار. للأسف الشديد بعد ما حكى 4-5 نواب اعطاهم وانا اول واحد رفعت ايدي للحديث اعطى 4-5 نواب امام الاعلام عندما جاء الدور الي وبده يعطيني قال للاعلام لو سمحتوا تفضلوا برا قادر القاع. انا اعترضت على هذه الندوه من باب العداله عندما تعطي الان انا زي ما اعطيت بركات بدك تعطيني زي ما اعطيت خالد مع حفظ الالقاب طبعا دكتور سعادته بدك تعطي بركات صحيح. وبالتالي انا قلت له من حقي ان اتحدث والاعلام موجود بدك تطلع الاعلام وقبله هالنواب البقيه اللي بعديه هم حرين بس انا بدي احكي والاعلام موجود لانه ما في شيء مخبى ولازم الشعب الاردني يعرف الغث من السمين صحيح. لانه للامانه نعم. والله في نواب اليوم فاجئوني وصدموني وذهلوني وعوفوني مجلس النواب افهم علي شو بحكي لك لانه يعني داخليا كنت اجل واحترم واثق فيهم جدا انهم احسن مني مليون مره وانا بتعلم منهم لكن موقفهم مع الشعب بعيد كل البعد يعني بعد السماء على الارض. وكنا كل ما نحكي سؤال هم اللي جاوبوا النواب يا رجل حكومه يعني النواب صرنا نحاور بعضنا مش نحاور حكومه. طيب ليه جايبين الرئيس دي؟ شايف فيا سيدي العزيز بعد ما تحدث كل النواب كل واحد ادلى في دلوه وكل واحد شرق وغرب زي ما بده جاء عاطف مع سعاده رئيس مجلس النواب قال يا عمي احنا بدنا الحكومه وافقت لنا على الغاء الاربع فلسات عن الشريحة الأولى اللي هي 160 كيلو هاي للفقراء. قلت سيدنا يا سعادة الرئيس وجه الحكومة أن نحافظ على الطبقة الفقيرة والوسطى
هاي للطبقة الفقيرة 160، لازم احنا نرفع الكيلووات علما اليوم اللي عنده غرفة مع لمبة مع مروحة، مش مكيب، مروحة وثلاجة وغرفة واحدة ومطبخ بيقطع 160، وبالتالي هذا الإحفاء ترعي لا تستفيد منه، لا يستفيد منه الشعب أبدا، والحكومة كأنها نفذت قرارها يعني ضحك على الذقون يعني زي ما بقول مثل. فقلت له احنا لازم من 300 إلى 400 كيلو تكون معفاة عشان يكون في منطق في الأمور. طبعا ما وافقوني وللأسف كمان الدافع النواب لا يا 160 نعمة وكأنه بده يعطي 160 ألف للفقير. الشغلة الثانية قال بدنا نصرف دينارين لكل فرد شهية بالسنة عن الكاس، دينارين بالسنة لكل فرد. كويسات بمعنى 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 عندي أسرة من خمسة بليرتين 10 ليرات في السنة حق لانين كاس، افهم علي شو بقولك يعني بصراحة. دينارين بالسنة ولا دينارين بالشهر؟ أنا فهمت دينارين بالسنة، دينارين بالسنة، افهم علي شو بحكي لك أنا. الشغلة الثالثة والأهم وهذا مربط الفرس، احنا كموقعين على المذكرة بدنا الدعم يكون للسلعة. أغلبنا مقتنع أنه في هناك هدر من 15 ل20% في عملية الطحين. الهدر هذا بيتم جزء منه في المطاحن وجزء منه في الأفران. هذا ليس واجب، أو ليش أحمل المواطن مسؤوليته وحاسب وخلي المواطن يدفع ثمنه؟ هاي مسؤولية يعني هلا ال 171 مليون بده يوزعهن النواب. مجايك في الحكي مو على النواب، على بدنا نلحق دور الدكتور بركات. 30 مليون معناته بيطلع لنا مليون ونص ونروح، شو بدنا بالمجلس؟ مية على النواب، يعني المجلس النواب اللي بدهم يوزعون. مجايك في الحكي. انا بدي اوصل لك الفكره وشان المواطن يفهم انه النواب اليوم خدعوه، اللي كان بعض النواب ما بعمم وهم قله قليله في اللي في من الاجتماع، لانه اليوم اللي في الاجتماع ما بيتجاوزوا ال 20 أو 25% في بيوتهم مش موجودين، وهذول لهم رأيهم وما بيجوز إحنا أصلاً نأخذ قرار. ممكن نصل لتوافق لكن يجب أن يعرض على 100 نائب اللي وقعوا على المذكرة يوافقوا عليه ما يوافقوا عليه. ما بش أنا ما بمثل 100، ما فوضوني ولا في مكتب تنفيذي زي ما تفضلت فوضوه ما بي واحد بمثل اليوم، كل واحد مثل نفسه. فيا سيدي العزيز إحنا قلنا له إحنا بدنا الدعم، قلنا له 171 مليون، قلنا له قديش دعم الحكومة للخبز الآن؟ قال الحكومة بتدعم الخبز 130 مليون. قلنا له يعني كمان بزود 41 مليون مظبوط؟ قال مظبوط. قلنا له يا دولة الرئيس خلي دعم الخبز 130 مليون، ادعم الخبز خليه زي ما هو، وال 41 مليون هذول وزحهم على الفقراء كاز على الفقراء، والغي الأربع فلسات لأنه ما بيسوون شيء، ما بيسوون شيء. هو وشو كل فلس بيعمل 17 مليون بالسنة بالضبط، 68 مليون. و60 بدهم يوفروه من الخبز قديش؟ 128 مليون، عندنا 171 مليون. يا رجل الحكومة لا تريد بصراحة، حاط في مخ يعني لازم نرفع الدعم عن الخبز يعني، وراح يواجه مشاكل في الآلية اللي حاطها وكبيرة زي دعم المحروقات. ما اسمح لي طيب، ما دامك بدك تدعمنا 171 مليون، قال خلي اللجنه الماليه، شوف كيف صاد المجلس، صاد اللي هو اللي وافقوا، اللي وافقوا مخالف دستوريا. طب انا كيف بدي اراقبه؟ ما انا جهه رقابيه، كيف بدي اراقب؟ انا بدي اراقب في الانفاق. انا ما بصير، ما بصير. لكن للاسف اثنين ثلاثه، واحد من زملائنا للاسف الشديد حول من الخبز على الشقق وعلى اشياء ما لنا علاقه فيها. يا رجل مش محور حديثنا. وفعلا استطاع على ظهر الخبز اليوم يعفي الشقق، الظاهر انه شريك في شركه اسكان 150 متر. 150 متر الله اعلم انه شريك اصلا معفيات بالمناسبه. بالضبط معفيات، لا تجديد الاعفاء. تجديد، وبطالب بتجديد الاعفاء. بس يعني الان ال 170 مليون هو بقول انتم اللجنه الماليه اتصرفوا فيهم زي ما بدكم، اعطوهم بدل. طبعا هو المخصص من 170 اول لدعم المواطنين قديش من 170؟ 70 مليون كانوا بدهم يعطوهن المواطنين، 100 مليون وين بدهم يروحوا فيهن ما بندري. اليوم لما انحرجت الحكومه قالوا ال 170 مليون تصرفوا فيهن زي ما بدكم. خلينا نتهدي هون شوي. ايوه تفضل. ونقف عند دكتور بركات اليوم. خلينا نبدا من انت كنت عندك بدائل وانت ابن وزاره الداخليه على راينا، ام الوزارات اللي ومتصرف يعني، كنت تتلمس حاجات. حاكم اداري. حاكم اداري بتعرف. طيب اليوم الغاز هو الذي يشغل محطات توليد الكهرباء، فبالتالي شو فكرة ربط الكهرباء بالنفط؟ ما فهمناش.
بدليل انه كل المديونيه اللي حملناها بالسابق حملناها لانه الغاز المصري انقطع وشغلنا على النفط. طب معناه رحنا على الغاز. ايوه. اثنين، ال 150 اصلا معفى، ال 160 كيلو وات اصلا معفيات. لا مني لما بنحكي، اذا بدنا نقول سيدنا حكى عن الاعتماد على الذات ودعم الطبقه الفقيره والوسطى، الطبقه الوسطى تقريبا من 300 ل 400 كيلو وات. يعني كل الاسس اللي بنى عليها الرئيس الفكره مغلوطه. لماذا لم يتحدث النواب ببرامجيه، برؤيه سليمه، بمنهج؟ يعني شفنا جلسه الاحد قطعا لا تسرع، صراخ وصوات لانها بالاحد، هي لانها الاحد بالسرعه. اولا بدي اسجل اعتراضي على كل التفاهمات التي قد تحدث او تتم بين رئيس الحكومه ورئيس مجلس النواب، لانه رئيس مجلس النواب بالتالي هو نائب ولا يمثل جميع النواب في هذا الشأن، لأن هذا الشأن يخص كل نائب وله صوت، وله صوت مثل أي نائب بالضبط. ثم أن لجنة يعني أنت تعتقد أن الرئيس لم يدر الأزمة الإدارية؟ لا، الآن على ما تم التفاهمات اللي ذكرها زميلي سعادة خالد بيك، وأيضا اللجنة المالية حتى لو أن الحكومة أعطتها صلاحية توزيع 170 مليون فهذا أمر مخالف للدستور والقوانين والأنظمة. صحيح. لأن اللجنة المالية هي منبثقة عن مجلس النواب، ومجلس النواب دوره رقابي على الإنفاق وليس من شأنه الإنفاق. هذه مغالطات قد يعني الحكومة تدفع بمجلس النواب للوقوع فيها مع الأسف. تحطك بوجهة الناس. نعم. وهذا كلام لا يجب أن يقع النواب في حبائل وهذه الشباك التي تنصب لهم من الحكومة. نعم. هذا الأمر. أما بخصوص سؤالك عن موضوع الغاز وأن الكهرباء تشغل على الغاز، سيدي أول شيء الموازنة الميزانية المديونية زادت 6.5 مليار بعد أن شغلنا الكهرباء على الغاز، والغاز كما تعلم في الاتفاقية مع الكيان الصهيوني زادت المديونية بهذا الرقم. المديونية زادت لما شغلنا على النفط. على النفط، ما هو كنا نستورد. كان الغاز المصري صارت أزمة الربيع العربي. صارت أزمة العربي، انتقلنا إلى هذا. فلذلك بسبب الطاقة وأزمة الطاقة وصلنا إلى هذه المديونية. جزء منها اللي هي 6 مليارات. الآن الحكومة لم توفق في تبرير ذهابها إلى رفع الكهرباء. لأن الكهرباء بالأساس تشغل على مين؟ على الغاز. على الغاز مش على النفط. والغاز شيء مختلف عن الغاز المسال، أسعاره غير. أسعاره غير عن البترول. فلذلك هذه مغالطة أخرى أيضا تقع فيها الحكومة أمام مجلس النواب. الآن مجلس النواب في قامات عالية، في قامات وطنية محترمة، ويهمها مصلحة المواطن ولم تعدي. الآن نحن أمام مساءلة الضمير وأمام رب العالمين، ونحن أخذنا على عاتقنا أن نخدم وطننا بشكل وحرصين على البلد. نعم. وأمن واقتصاد سيدي. أنا من يعني بأيد أنه من, 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 من واجب الدولة، عفوا، من واجب هذه الحكومة أن تضفي أو تقوم بتأسيس بشكل جيد لما يسمى بالأمن الشامل، الأمن غذائي، أمن مائي، أمن شخصي، إلى كل أنواع الأمن، حتى الأمن الطبي إلى آخره. فلذلك عندما تقوم هذه الحكومة بهذه الأدوار يجب أن تراعي المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب. أنا مش مشان أقوم بهذه الأدوار الأمنية أني أحمل المواطن فوق طاقته. المواطن اللي راتبه اللي دخله 300 دينار بالشهر كيف يستطيع، وخط الفقر معلن بالحكومة الأردنية أنها تتجاوز قليلا 800 دينار سنويا. فإذا هذا الكلام أنه حوالي 69% وكذب العشر كلهم تحت خط الفقر، هذا الطبقة الفقيرة. أما الطبقة المتوسطة التي بدأت بالتلاشي الآن بعد سنة أو سنتين دور على الطبقة الوسطى ما لن تجدها في المجتمع. بالمناسبة أكثر المظلومين رجال الأمن، رجال الأمن والجيش، الدرك والأمن العام والجيش طبعا. يعني رجال الأمن عم نظلم رجال الأمن، نظلمهم بالرواتب، يعني المخابرات والجيش والأمن والدرك وكلهم هذول. نعم. هذول يا سيدي هم أحواج الناس ويجب وواجب. نعم. وهم القابضين على الجمر، وهم السهرانين على حدودنا وعلى سهر بالليل على أمننا، ورجال المخابرات ورجال الأمن العام ورجال الجيش ترك وكل والدفاع المدني كل والموظفين والمتقاعدين الذي لم تزد رواتبهم منذ سنوات طويلة، كل هؤلاء يقول سيد البلاد عنهم يجب أن لا تمس بأي إجراء حكومي، يجب أن لا تمس الطبقة الفقيرة والطبقة الوسطى بهذه الإجراءات. أين تصرفات الحكومة وقرارها من توصية سيد البلاد؟ تجد أنهم يخالفون وهو مخالفة دستورية. هذا السؤال، أين الحكومة من توجهات خطاب العرش وتوجهات جلالة الملك؟ بعد فاصل
قصير، انتظرونا. شكرا للزميله ميس العمر، يعني هي بتحكي اليوم عن دبلوماسيه الولائم، قول تم في الحقوق. والله الحمد لله لن يتم يعني من خير يعني العبابيد اليوم الكرش من خير الله خير. طيب سيدي، انا رغم اختلافي المنهج انا وياك، انا ضد دعم السلعه ولكن انت مع دعم السلعه. هذا تلاقح صحيح. انا بقول دعم السلعه يستفيد منه غير الاردنيين، وانا الاوان لالغاء دعم السلعه وتوجيه الدعم للمواطن. اليوم عندك وجهه نظر، اليوم خلينا نكون منتجين ونقول ماذا لدى النواب من بدائل للوضع على طاولة الحكومة، بدائل عقلانية وحقيقية. أنا بقول لك بدائل كثيرة جدا، لكن الحكومة هذه واللي قبلها الحكومات متعاقبة للأمانة. أسهل إشي رفع الضرائب ورفع المحروقات ورفع وتمد إيدها. وينكم كنواب؟ طيب يا سيدي، ما إحنا النواب لما بدنا نحكي للأسف، والمواطن معه حق صراحة، الأغلبية كانوا نقد إنا وهاي مسرحية وهاي شوشرة وبتشوفوا، يعني ما حمسوا النواب، لا هدوا حيل النواب. معنا اليوم جايبينكم حمسينكم. معلش معلش، بارك الله فيك أنت، لكن غيرك لعن ثواني على المواقع. لا والله امبارح إنه كان النفس معكم كويس. أوكي، بتمنى إن النواب ما يخدوا شعبهم، والشعب معاه حق يكذب النواب، لأنه كل مرة منسوي شوشرة. لا منسوي شوشرة وللأسف بتلاقي النائب ورا الثاني، وبالتالي معاه حق. المرة هاي إذا أثبتنا إحنا في هاي المذكرة لو نسحب منها 10-15-20-30 نائب، إحنا من 110 بنضل 80 قادرين نطرح الثقة في الحكومة ونروحها، مش بس نلغي الخبز. أنا بدي أحكي لك البدائل. أول إشي بتحججوا أنه عندنا 3.5 مليون لاجئ، بين وافد ولاجئ إلى آخره. يا سيدي سوي شراء الخبز على الهوية الأردنية وانتهينا، بس خلي الأردني، ما بدك تطعمي إلا الأردني، علما انت اللاجئ هذا قاعد تاخذ عليه، اخذت عليه مئات الملايين من الدنانير، وين راحت ما بدري. وبتقدر بعد مؤتمر لندن وخليت تصريح العامل السوري بعشر دنانير، بتقدر تحرم الخبز امام المنظمات الدوليه انت؟ هنا السؤال، بتقدر يجيك سائح يفوت في مطعم يتغدى يقول انت سائح، رغيف الخبز عليك 10 قروش وخالد عليك قرش؟ المجتمع الدولي لم يلتزم بدعم اللاجئ السوري يا سيدي، اسمح لي، لم يلتزم لكن دعم دعم دعم. وإحنا الآن سوريا أصبحت 80-90% من أراضيها آمنة، وأنا أطالب كنائب وممثل الشعب الأردني إن دفعنا فاتورة كبيرة، وأطالب في إنهم يرجعوا ويرجعوا على بلادهم. صح. صح. وربنا يسهل عليهم وإن شاء الله بتستقر بلادهم، ونتمنى لهم كل خير. إحنا ما قصرنا ترحيل اللاجئ السوري. نعم، مع ترحيل اللاجئ السوري أنا بحكيها علنا، وهذا موقفي، وهذا شيء أصلا لصالح سوريا زي ما هو لصالح الأردن، أنا ما ولصالح السوري نفسه، لكن أخذوا وظائفنا يا رجل، حتى الوظائف ما ظل عندنا وظائف. مثلا لماذا لا نرفع باكيت الدخان في السعودية الآن، أم المليارات وأم البترول، أصبح بخمس دنانير كروز الدخان، بخمسين دينار. ليش ما نربح نرفع الضريبة 100% الحالية؟ إذا كانت 20% يصير 40%، وإذا 100% يصير 200% على الدخان. ليش ما نربح نرفع الضرائب على المشروبات الروحية؟ ليش ما نرفع الضرائب علما انه صارت تروح على الجوكر والمخدرات الناس؟ يعني دير بالك يا سيدي، عاد هذه واجبات الحكومة. زي ما هم مش قادرين يضبطوا الطحين المهرب والطحين اللي بيعبتوا فيه، مش قادرين يضبطوا للأسف الجوكر والمخدرات، هذا واجبات الحكومة، وإحنا علينا واجب أيضا إن التثقيف والتنبيه لأبنائنا إلى آخره. اللي بدي أحكي لك إياه،
بيقدر هذا واحد يعني قلت لك اولا ممكن المواطن الاردني يشتري على هويه ويضل الخبز زي ما هو. هي احنا 3.5 مليون طلعناهم من اللي بوكلوا خبز، يعني بنرفع سعر الخبز ويبقى سعر للاردني للاردني. طب هي ثاني وهي ثاني بدك فيه فرقيه. مش انا ما بدي يضل الدعم للسلع. شوف الدعم جربناه في المحروقات اخ عمر، ذلوا الشعب الاردني، صفوا طوابير الشعب الاردني على البنوك وتصرفوا شهرين بنلاقي آلية محترمة. شرفوا ولا ما في آلية. شوف أنا اللي شفتها لما قالوا سيارتين ولما قالوا 300,000 ولما قالوا يعني فوتونا في متاهة، دليل إنهم ما بدهم يصرفوا. ووزير الصناعة من طمه لإذني أمام اللجنة المالية قال إحنا بدنا نصرف 69% من الشعب الأردني. يا سيدي الدستور بيساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ما بجوز أميز حتى الغني عن الفقير. الغني عليه أن يدفع ضريبة للدولة الأردنية وعلى الدولة أنها تدفع ضريبة. ما بجوز يا رجل أنا أسير أميزك بعدين بقول اللي دخله 12,000. تعرف هاي 12,000 وشو قانون الضريبة اللي كان بده الإعفاءات للمواطن للعائلة 28,000. الآن لما توافق للخبز أنت، هذا على فكرة كلمة حق ورد فيها باطل. 12,000 ما إله دعم خبز، واليوم أي موظف وموظفة هو زوجته بلحقوا لهم 1,000 ليرة. الألف دينار أنت عارف بيشتروا تاكسي وبيشتروا شقة وعندهم ولدين في المدرسة، ما بدي أقول جامعات، بدي أقول أطفال. شايف الألف دينار كيف أحرم الخبز أبو 1,000 دينار هذا، وهو مرته وراتبه مع مراتب مرته وعدمة العائلة بدي أقوله، كيف بدي أنا أحرم الخبز؟ لكن كمان هذه إذا تمت 12,000 هذه إفراش لقانون الضريبة القادم، بأنه ما عاد أنتوا يا نواب وافقتوا للخبز 12,000، ما عاد إعفاءات 28,000، بدنا نرجع لل 12,000 اللي كانوا يحكوا فيهم. بصراحة الحكومة لا تتعامل بشفافية ونزاهة مع مجلس النواب ولا مع شعبها. الأرقام زي ما حكى، والله أنا قريتها هذه بس الخطاب مش المواد طبعا، موازنة الوحدات المستقلة موازنة الدولة قرصوا. خلينا نروح للدكتور بركات أيضا. يعني أنا بدائل الدخان والمشروبات هو شو يعني في بدائل أكثر عمقا سيد البركات. الآن يعني دكتور بركات أنا بقدر الآن عليك. يعني بالإضافة للي تفضل فيه زميلي خالد عن سعادة خالد بيك، أنا أضيف بعض النقاط. هلا أنا بدي بس أطرح مثل لشعبنا، أفراد شعبنا اللي سافروا وخاصة اللي سافروا لبريطانيا أو إلى بلد غربي، عندهم نظام ضريبة دخل محترم مدروس بشكل جيد، بحيث أن أنت شو تتبضع وانت طالع على المطار بيرجع لك مبيعات، بيقدم له فواتيرك بيرجع لك ضريبه المبيعات اللي اخذوها منك، لان هم راح ياخذوها من مين؟ من التاجر، يقول له انت اخذتها من السائح الفلاني وهي رقم فاتورتك. اذا انا بقترح ان نطبق نظام الفوتره. كثير من المهن من الدكاتره للمحامين على الله والله قدر والله والله العظيم مسكت القلم من الدكاتره بالدكاتره نعم. مع الاسف الدكتور الجراح صار يحاسبك بالكاش ماني على باب غرفة العمليات، ما بيعطيك سند قبض، بدك فاتورة، بدك فاتورة. يعني تعرف قديش هذه الحجم المبالغ هذه تتأتى بس من هذه العملية من الجراحين فقط لحالهم؟ مئات الملايين، بالإضافة إلى التجميل. قصة من القصص التي احنا شفناها على أرض الواقع، إحدى السيدات الطبيبات الناجحات في الإمارات العربية كانت تحصل شهري بحدود 50,000 دينار أردني، تركت عيادتها هناك ورجعت هون. ليش؟ لأنه هناك يفرضوا عليها ضريبة الدخل. طيب سألناها ليش أنت طيب فتحتي هون ودخل المتدني؟ قالت قد ما يكون متدني هو إلي كامل، ما حدش يأخذ منه. هذه مثلا بس هذيك اليوم الدكتور اللي توفت هاي المريضة 15,000 نموذج سيدي، هاي نموذج. كذلك قيس على ذلك، قيس على ذلك سيدي الفوترة. صحيح الفوترة. شوف يا سيدي مثلا محل حلويات، هذا المحل لما انك تجي لفواتيره مستورد مثلا 20 طن من المواد اللي تدخل في صناعه الحلوى، ها ويقدم لك فواتير بس ب3 طن 10 طن بالكثير. طب وين راحت هاي؟ مش انباعت؟ وين ضريبه الدخل عليها؟ اذا التهرب الضريبي هذه هي الطامه الكبرى. يجب صحيح. على الدوله ان تقترح انظمه ووسائل جديده لحسن جباية ضريبة الدخل وعلى رأسها وسيلة الفوتر. اثنين، تحصيل الأموال اللي تم إحالتها للمحاكم ولجنة النزاهة
قديش احنا حولنا مجلس النواب الحالي حولنا يمكن 3000 تقارير ديوان المحاسبه، تقارير ديوان المحاسبه هذه فيها ملايين، مئات الملايين، مئات الملايين يجب عليهم تحصيلها. سيدي الناس اللي تهربوا، الناس اللي بسجون وما يدفع الفلوس اللي عليهم مترتبه، ليش احنا بدي اسجنه؟ ليش بدي بسجنه؟ جيبوا اعمل تسويه معه حصل منه. لا هو تقارير ديوان المحاسبه ولا واحد حتى راح على، ولا حد حكى فيها سيدي. ومن المؤسف انه كنا نحكي فيها قبل شوي انه تقرير ديوان المحاسبه الان 2016 وصل إلى مجلس النواب قبل 3 أيام مع الأسف، سلم لديوان 2016 وهذا كمان صحيح. يعني هذا كلام كويس كويس أول سنة مثلاً يعني يقول 4-5 سنين لسه، لأنه 2017 ما خلصت. ولكن أنا سيدي بس أنا بس أكمل لك. طب أنت وين؟ أنت رقابتك وين؟ سيدي أنا 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 كمجلس الحالي استطعت إني أطلب تقارير ديوان المحاسب عن السنوات الخمس اللي مضت وجبناهم لأول مرة، لأول مرة بتاريخ مجلس النواب ينطلب، وتحولنا 3000 قضية للجنة النجاة والشفافية. والآن وصلت بعض ردودهم، وإحنا إن شاء الله قريبا، أنا يعني حكيت مع رئيس اللجنة المالية أنه سوف يتم عرض التقارير والتوصيات اللي تم الإجابة عليها من لجنة النزاهة والشفافية على مجلس النواب لإعادة مناقشتها، بالإضافة لمناقشة التقرير عام 2016. سيدي أيضا القائمة طويلة من الاقتراحات. سيدي يعني أنا الدخان ليش خليه يفرض علي ضريبة زيادة؟ يعني هي قصة، هي مشكلتنا مشكلة هال 130 مليون يعني افرضها. سيدي قديش عندنا واحد مدخن بالأردن؟ احنا عددنا 6 مليون تقريبا. سيدي خلي 5 يعني مليون مدخن الأردنيين بطلوا يدخنوا مثلا سيدي. اسمح لي دكتور بعد إذنك أقول لك، فقط ضبط دائرة الجمارك، الجمارك لحالها بتجيب بتجيب 300، إذا ضبطناها بالحد الأدنى بروح تهريب جمركي من 300 إلى 400 مليون. ضريبة الدخل أقسم لك بالله العظيم قدهن، أقسم لك بالله العظيم بروح تهرب ضريبي، لأنهم يا عمي يعني بدك صراحة، أنا والله بدي نفسي يصير في الأردن زي ما صار في السعودية، لفوق 100 مليون رجع قروشك. منين جبتهن؟ منين جبتهن؟ بكفي يعني خلينا نكون يوقفوا مع الوطن، لا مشغلين أبنائنا ولا فاتحين مصانع وقاعدين شوي شوي بيهربوا فلوس ده برا. يعني أكون صريح معك، تقدر بعدين شو 130 مليون على لو سمحت شو 130 بدك تنظف الدرج من الأعلى. نعم، شو 130 مليون من موفرها من 4 فلسات ومن الخبزات يا زلمي عمر بيك؟ أنا عندي الخبز، أنت بجوز أختلف معك، الخبز بصراحة شغلة رمزية وشغلة صحيح. شغلة بمعنى لما أنت وصلت للقمة عيش أبنائي في القرى ما ظلش الشيء في طصان والمريغة والطفيلي وقراها وعيمي وبصيرة وغرندل، هاي اللي ما بيعرفوا أسماءها في عمان ولا رئيس الوزراء حتى بيعرف أسماءها، هذه يا سيدي ما بتاكل الا خبز وبندوره وخبز وزيت، خبز شاي، خبز وشاي، خبز وشاي بعضهم، كل واحد حسب نصيبه. احنا بدناش نرفع البندوره ونخلي الخبز. لا يا اخوي الله يوفقك، الخبز انك تصل للخبز. طيب السنه الجايه عندنا 570 مليون عجز ايضا، منين بدك تجيب؟ منين بدنا نجيب اذا وصلنا للخبزات؟ نبيع كل واحد ولد من اولادنا تجار بالبشر، خلينا نحمل لنا باخره اولاد صغار ونبيعهم على اوروبا كونهم ما بيخلفوا كثير، نقدر نبيعهم باليورو وانتهينا. عمر بيك ما في فريق اقتصادي بدي استاذنك بصراحه، بدي استاذنك ما في فريق اقتصادي يخطط بالضبط، ما في قطعيا. بدي استاذن استاذنكم الله يعطيكم العافيه. انا بس بدي يعني اشير الى نقطه، انا بنظام الفوتره بستطيع ان اخلي كل مواطن هو رجل ضريبه دخل وضريبه مبيعات فراح يساعدني المواطن نفسه، لانه انا المواطن لما اني ارجع له بنهايه السنه عن مشتريات وضريبه الدخل بقيمه، انا بدي اسلم المواطن بقول له تفضل هذا حقك خذه. انا ببرنامج الانتخابي كنت حاط الفوتره وارجع له من 16-12% و4% للمواطن. لازم المواطن يحس انه شريك. انا بدي اقول على سيره شريك، اليوم العلاقه بين الحكومه والنواب علاقه تصادميه لا شك. يعني شفنا اخوي خالد يوم الاحد بهدر، اخوي صداح الحباشني بهدر، بس هذا منتجش عمل تشاركي. وين التشاركية بين الحكومة؟ احنا ما بنقول واحد يضع واحد، بنقول تشاركي. هل الحكومة تنظر بعين الاعتبار كما ترى إلى مجلس النواب؟ تؤمن بالتشاركية ولا العلاقة مختلة؟ أنا أفهم تماما التشاركية التي أشار إليها صاحب الجلالة الله يطول عمره، أنه نتشارك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في خلق جو آمن في الدولة الأردنية، وجو منتج يتجه نحو التنمية
وزيادة دخل الفرد في الأردن، نعم، من أجل تحسين مستوى معيشته. لكن ما دام أن الأمر فهمت الحكومة أنه هي صاحبة الولاية وأنه لا يمكن يكون في هنالك قرار صح إلا القرار اللي اتخذه، طب وين رأي مجلس النواب؟ أنا بالتالي بدي أراقبك في كل خطوة تخطوها وأشرع، لكن بالمقابل أنت بدك تسمع رأيي حتى أتشارك أنا وياك. إحنا نتعامل في مجلس النواب على أساس أن في وطن في هم الجميع. ولا في التشاركية دكتور؟ ذاك الحقيقة نعم، المجلس النواب مال إلى التشاركية في كثير من مواقفه، ولكن الحكومة لا تتسع صدرها إلى قبول الآخر اللي هو مجلس النواب. أستاذ خالد، اليوم نسأل عن التشاركية، هل لدى مجلس النواب هذه الوهرة لفرض الحكومة، ولا بده يظل النائب يلحق الوزير عشان يمضي معاملة وعشان يمشي مصلحة؟ وخلينا نحكي بصراحة، نواب البزنس والعطاءات والمقاولات هم اللي يتحكموا بالمجلس، وبالتالي التشاركية تذبح على مذبح المصالح النيابية. يا سيدي شكرا، راح أجاوبك، بس بدي أعلق على موضوع صداح وخالد. نعم أوكي. ترى صداح وخالد وغيرهم وأحيانا كثير بيطلع طور، يعني نبيل الغيشان جميل الواحد بيطلع طور، صح؟ خالد رمضان في اثناء، لا احنا اللي شفناه، لا معلش، مو هذول قبلنا بيوم كان في خطاب الموازنة. صحيح، خالد قبلك بيوم ونبيل قبل بيوم. بدي احكي لك، يعني لو قلنا خالد والله عصبي ولا صداح ولا هذول مزاجي تحت اي مسمى، انا بعتقد انه نبيل من خيرة صحفي رايق وزميل محترم، صحيح. وخالد رمضان كذلك سياسي محنك متزن، يعني تعرف ليش بنصير هيك في المجلس؟ لانه انت بتطلب الحديث في ناس معينين صعب يعطيك الميكروفون، فبتضطر انك توقف وتحكي توصل رسالتك بدون ميكروفون. الرئيس لا يدير بعدالة ونزاهة؟ لا، يعني ما بدي اقول نزاهة، يعني لا، هي لا. في بعض الاحوال، في بعض الاحيان بصراحة بتجنب اللي ممكن يحكي صوت الحق، بتجنب. يعني انا بدي احكي، انا امبارح لما طلبت الميكروفون بدي احكي، انا ليش بدي احكي؟ بدي احكي للخبز، دافع عن لقمة العيش للمواطن الاردني، نعم، وعلى الكهرباء. وصدح كذلك الامر، ولما رفع صوته غيشان ولما رفع صوته خالد رمضان ايضا بدهم، هذا حقنا والنظام الداخلي، اي قانون بيجيك بتقرا قراءه اوليه وحقك تناقش قراءه اوليه، وممكن ترده، ممكن ترده في القراءه الاوليه، من القراءه الاوليه، وممكن تحوله على اللجنه المختصه، بس لابد من 6-7 نواب انهم لهم ملاحظات، وخاصه اصحاب الخبره، اذا كان اللجنه قانونيه قانونيه، واذا كان اقتصادي اقتصادي. اما سؤالك اللي يعني بس انا حبيت اوضح النقطه، نعم، هاي بصير، يعني احيانا احنا العصبيين بصراحه ما بنتحمل الضيم، مش انه احنا ارجل من غيرنا، كل المجلس رجال الحمد لله، وكنا ابناء عشائر وكنا كاسنان المشط، لكن طبيعه البشر كل واحد بيحمل اكثر، ما رضي شيء الا في عقله، صحيح، شايف؟ فانا اللي بدي احكي لك اياه انه للامانه، يعني اليوم انا زميل والله بجله بحترمه، ضيع اعطانا محاضره وكانه دكتور بالجامعه الاردنيه بيدرس الطلاب، بيحكي قدام امام رئيس الوزراء على موضوع السكن والشقق، واحنا ما الهن اي علاقه حتى بالمذكره اللي هو وقع عليها، وحكى في اكثر من موضوع غير الشقق. انا شو الي في هذا الموضوع الان؟ انا بدي بدافع عن خبز وانت وديتنا على الشقق، خلينا هلا بدكم هيبه، مو انا بجاوبك. ما انا بجاوبك، انا صرت اشك من اليوم، بدي ابحث عن هذا الزميل، انا متاكد بس هيك للمعرفه الشخصيه، للمعرفه لا مش اكثر، انه صاحب مصلحه. يا عمي لا يا دكتور، خلينا نكون صريحين، في بعض والله زملائي كلهم على راسي، وانا اقل واحد في مجلس النواب، انا اقل واحد، معك دقيقه ونص، دقيقه ونص، انا بدي اللي في دقيقه ونص بدي انا اتحول من سؤالك الى نداء الى الحكومه ان تعود الى رشدها وتعود عن قراراتها بما يخص الخبز وبما يخص الكاز وبما يخص الكهرباء، وانا اللي هو لحد 300 كيلو وات عشان نكون واضحين، كحد ادنى، يعني الحد الادنى المعفي 300 كيلو، ما بالضبط، اما هو زي ما حكى سيدنا طبقه وسطى وفقيره، وفقيره هم اهتموا في الفقيره ونسوا اصلا الوسطى، هن يضل على احصائيات الحكومه 28%، وانا اعتقد ما ضل 8% في وجهه نظري، لانه ما ضل وسطى اصلا، نعم، ضل فقر وطبقه 5% بالتارع مصاري. انا بدي احكي لك اياه، اتمنى ان لا يزج الناس الى الشارع، لانه امن الوطن واستقراره مهم جدا، والنزول الى الشارع خطر ويكلف الدولة أكثر بكثير من 60 مليون بدل ما نوفر لهم الخبزات. وشكرا لك.
سيدي دكتور بركات بالأواخر يعني ماذا نقول؟ أنا أقول أنا أقول أوجه خطابي إلى رئيس الوزراء والحكومة وإلى زملائي أعضاء مجلس النواب وإلى كل الدوائر الأمنية بأن هذا الموضوع عندما يقف النواب إلى جانب الشعب فهم ليسوا كفرة أو مرتدين، هم يقفوا من أجل الوطن، من أجل أن يبقى المواطن صامد وعنده كرامة ويقدر يدافع عن بلد الأردن. 300 كيلو وات شغلة عقلانية ممكن أنا أقبلها كما قبلها زميلي. طيب. يعني يرفعوا إنه 300 وبعد 300 أرفع زي ما نقول 20 متر مي وبعد 20 متر مي. أيضا هذا الرفع كثير جدا، يجب أن لا يتجاوز فلسين مش 4 فلسات. هذا من ناحية الكهرباء. أما من ناحية الكاز، من الذي يستهلك الكاز غير الطبقة الفقيرة المعتمة اللي رواتبها حوالي 200 دينار؟ مين ظل حدا بالأردن يستخدم الكهرباء غير الطبقة الفقيرة؟ أنا بناشد كل من عنده ضمير في الدولة الأردنية أنه لا يقربوا على الكاز. الكاز تستخدم الطبقة الفقيرة بس، والخبز دشروكم من سلافة الخبز، دشروكم من سلافة الخبز، في أولى منه. خبز خط أحمر. إحنا القضية مش قضية، والله أنا مدرك تماما أنه هنالك هدر في استخدام القمح وعفوا والطحين، أنا مدرك تماما أنه في هدر، لكن هذا لا يبرر رفع الدعم عن الخبز، لأنه إحنا بنحكي عن مواطن ما بصلش السوق إلا بعد كل أسبوع مرة، فلذلك لابد من مراعاة التفاوت الطبقي بالمجتمع والبعد عن العاصمة أيضا، لابد حدد له الكمية. حدد له الكمية. حدد الكمية. حدد المواطن الأردني كمية. إحنا نناشد في الدولة الأردنية إنه أنتوا يا وزراء كابونات تسويها كابونات. غدا سوف تعودوا إلى الشارع وسوف تعودوا إلى قواعدكم وإلى ناسكم، فسوف يحاسبكم المجتمع الأردني على وقفاتكم غير مدروسة. أنا يعني في نهاية الحلقة شكرا أستاذ خالد، شكرا شكرا بارك الله فيك. أشكرك. وأعزائي المشاهدين، أعتقد أن الأردن ليس خاليا من العقول وليس خاليا من البدائل. أعتقد أن ثمة بدائل كثيرة، وأن هناك عقول أردنية تستطيع أن تقدم البدائل، وعلينا أن نكافئ الشعب الأردني الذي وقف سدا منيعا في كل مفاصل الإقليم وفي وجه كل ظلامية الإقليم، وقف مع دولته، مع نظامه، مع أمنه، مع مصلحته. الشعب الأردني يستحق المكافأة ولا يستحق العقاب، والحكومة تحاول أن تعاقب الشعب الأردني الذي يجب أن يكافأ على احترامه لدولته وعلى مواطنته وعلى انتمائه. ألقاكم على خير في الحلقة القادمة.